ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التنمية المحلية أعلنت عن بدء تطبيق التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو عام 2024 حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، وهو الساعة 7 صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 10 مساءً. ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 11 مساءً، وبكده يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها. النهاردة هتتيح المديريات والإدارات التعليمية التحويلات لطلاب المدارس للعام الدراسي المقبل، وبيستمر باب التحويلات متاح حتى نهاية أغسطس المقبل، على أن يتم التقديم على التحويلات لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات بشكل إلكتروني من خلال مواقع المديريات التعليمية، وبيتم إنهاء إجراءات التحويل وقبولها من خلال لجان بالإدارات والمديريات وفق الكثافة المتاحة وشروط قبول التحويلات. النهاردة هتسير مصر للطيران رحلات جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقرعة الجيزة والشرقية وسوهاج والأليوبية وتضامن البحر الأحمر والمينيا والشرقية والمؤسسة والدأهلية وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة. النهاردة هتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات التموين عن شهر يوليو 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وتوفير الوزارة ما يقرب من 31 صنف من السلع.